استاذ سمير، انتوا ايه الموضوع بقى، مصعدين مع القضاه وال ايه الموضوع بالظبط؟ ما فيش حاجه، احنا كنا معترضين على قانون السلطه القضائيه على تمرير قانون صدر او عايز يصدر منذ ميلاده في الظلام، وكنا رافضينه لان دوت بيضر بمصالح الشعب وبيضر بمصلحه المحامين بحق الدفاع، وكنا بنقول ان احنا نعلقه لحين ان يكون في دستور، يتم دستور يكون في البلد دستور ومجلس الشعب منتخب ويمر عليه، واذا توافق عليه احنا ما عندناش مشكله، واعتقد ان مجلس الشعب مش هيوافق عليه لان ده بيضر بمصلحه البلد بس. ففوجئنا بان القضاء النهارده ضربوا علينا نار، ده يوم الجمعه، يوم الجمعه الماضيه 28/10، وفوجئنا كمان بان هم صعدوا وقالوا ان احنا مش هنشتغل، وعلقوا الجلسات وعلقوا العمل في المحاكم طبعا. واللي اشعل نار الفتنه دي كلها المستشار احمد زند، وهو اللي المفروض يتم عزله من القضاء نهائيا حتى تهدأ المشكله ديت، لان المشكله دي مش تهدأ الا بعزل المستشار احمد زند. يعني هي اللي عامل مشكله في وجهه نظرك المستشار احمد زند؟ المستشار احمد زند هو اللي اشعل نار الفتنه منذ بدايتها، حتى في احداث طنطا في اي مشكله بيدور المستشار احمد زند على اشعال نار الفتنه بين المحامين والقضاء، وحدوث اي فجوه بين المحامين والقضاء، بالرغم ان احنا المحامين بنكن بكل احترام وتقدير لقضاه مصر العظماء الشرفاء، ولكن احنا برضك بننادي بتطهير القضاء، القضاء من الفاسدين من المزورين. النهارده في اكتر من 3000 قاضي قاعدين على المنصه بيحكموا النهارده مرتشين مزورين في انتخابات 2005 و2010، فاحنا بنرفض وجودهم وبنطلب تطهيرهم وبنطلب عزلهم النهارده، واسترجاع كمان القضاء اللي هم تم عزلهم في 2005 في مسبحة القضاء، القضاء الشرفاء اللي رفضوا تزويل الانتخابات في 2005، احنا بنطلب رجوعهم تاني، لان دول احنا نعتز بوجودهم على المنصة لان هم قضاء شرفاء. وفوجئنا من القضاه مصعدينها ومش عايزين يشتغلوا. طبعا احنا قدمنا بلاغات ضدهم باطلاق النار ضد المحامين، وبرضك قدمنا بلاغات بوقف رواتبهم لان هم النهارده ما بيشتغلوش ومش عايزين يشتغلوا. خلاص هيتقاضوا رواتب على ايه؟ النهارده هم يتقاضوا ليه راتب طالما هو قاعد في البيت ومش عايز يشتغل القاضي وبيمتنع؟ وبعدين احنا قبلنا اعتذارهم، هم كانوا اعتذروا على الاشراف على انتخابات نقابه المحامين، فاحنا قبلنا الاعتذار دوت ووافقنا عليه، واحنا اللي هنشرف على انتخابات نقابتنا، واحنا كمان وقبلنا اعتذارهم عن بس يقال قانونا ان طالما النقابه تحت اشراف قضائي لابد ان يبقى فيه اشراف قضائي ايضا في الانتخابات. لا هم اعتذروا واحنا قبلنا اعتذارهم، وكمان بنقول لو هم اعتذروا على الاشراف على انتخابات مجلس الشعب احنا برضك بنقبل اعتذارهم، واحنا اللي هنقوم بالاشراف على انتخابات مجلس الشعب بدون مقابل مجانا، مش هناخد ولا جنيه واحد، احنا محامين مصر الشرفاء الاحرار بنقبل اعتذارهم على اشرافهم على انتخابات نقابتنا وعلى انتخابات مجلس الشعب، وبنقول ان احنا هنشرف على انتخابات مجلس الشعب بالمجان، مش هناخد، هم بياخدوا 100 مليون، لا احنا هنوفر ال 100 مليون دول، ال 100 مليون جنيه لخزينه الدوله يستفيد بها الشعب، يستفيد بها المواطن، يتعمل له اي مصلحه بيها. المحامين كانوا عزل، المحامين النهارده كانوا عزل، لا معهم سلاح ولا معهم اي حاجه خالص، يتفاجئ بان هم بيستعملوا اسلوب البلطجه ويضربوا ضهر على المحامين الشرفاء. النهارده زق من على نفسي النهارده داخل الجلسه وانا رايح اتوقع بان القاضي لو ما شافش شكل ما عجبوش ممكن يضربني بعد كده بسيف او بمطوه. بيقولوا اطلقوا نار في الهواء كان من المتظاهرين وهم عاقدين الجمعيه العموميه بتاعتهم. فعلا اطلقوا النار في الهواء وجروا ورا المحاميين لغايه البنزينه اللي قدام دار القضاء العالي، بيجروا وراهم وبيضربوا نار عليهم النهارده. طب واللي اتصابوا؟ الاستاذ ربيع الملواني اللي اتصاب، اللي في برضك زميل تاني اتصاب في وشه هنا اهوت وخد 3 غرز في وشه، قعدوا وطردوا محاميه زميله في الشارع واطلقوا عليها النار، محاميه زميله عملت لهم ايه عشان اطلقوا عليها النار؟ عشان النار تعمل القانون عايزين يصدروه في الظلام؟ لا طبعا ده حرام. شكرا.